الكلية وزميل وكل الناس اللي هي ساعدتني جدا لما كنت موجود ماسك ممثل رياض المدير في لجنة الأولى للدستور، وعملنا لجنة جميلة جدا إن هم أحد شرفوني وكانوا موجودين معايا، وهم ليهم فضل كبير جدا عليا في أمور كثيرة جدا من خلال العلوم الرياضية اللي هم بيتمتعوا بيها اللي هم أصروا بيها المجتمع بتاعنا، وهم الناس المظلومين جدا لأن هم ما خدوش حقهم. وأنا بمجرد ما عرفت النهارده إن هم هيكونوا موجودين أنا بصراحة يعني جريت علشان خاطر أتشرف بوجودهم في النادي الأهلي، لأن استمرارهم في خدمة المجتمع الرياضي والوسط الرياضي مطلوب ومؤثر جدا، وبتمنى إن شاء الله إنكم تسعدوا بيهم وإن هم يوفقوا معاكم بإذن الله. النادي الأهلي ظاهرة، النادي الأهلي مؤشر على كل ما هو إيجابي في الرياضة المصرية والعربية والإفريقية والإقليمية وأيضا العالمية. النادي الأهلي يعبر عن شخصية مصر، النادي الأهلي هو النادي الأهلي، يمثل كبرياء الشخصية المصرية وعزة الشخصية المصرية وكرامة الشخصية المصرية والعربية. الحقيقة أخي الكريم الكابتن الكبير ذو القيم الرفيعة والشخصية النبيلة بكل معاني النبل كابتن عبد الوهاب الشافي له منزلة لا تدع للنفس فرصة للتعبير عن مكنون حقيقة هذه الشخصية الإنسانية إلى أبعد الحدود. هدف النهاردة احنا كلنا بنتكلم في الرياضة، لكن في عندنا حاجات جنب الرياضة، احنا عايزين نعرف ايه اللي بيجرى حوالينا. دكتور محمد لما يكلمني بيقول عايزين نعمل نحو حياة او مستقبل افضل لاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الموضوع مش رياضة بس، واللي احنا عانيناه وانا واحد من الناس اللي عندهم اعاقة اللي عانيناه بقالنا سنين، أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله بكرة أحسن بكتير في الرياضة وغير الرياضة. الناس بتتكلم عننا إزاي بره؟ الدنيا اتطورت بره إزاي؟ والدنيا في مصر إن شاء الله اتطورت إزاي؟ ده اللي هنتكلم عليه بسرعة. سمعت من بعض الزملاء هنا يعني السيدة الفضيلة حضرتك اتكلمتي على قدرات خاصة وناس كتيرة متحدة إعاقة وذوي همم كده. كل الكلام ده هنشوفه دلوقتي. بس اقول لكم حاجه قبل ما نبدا في الكلام ده،
اتكلم زي ما انت عايز بس عاملني كويس. انت ممكن تقولي زاوية قدرات خاصة وتهملني، تقولي زاوية الهمم وتعاملنيش كويس، تقولي متحدي لأقى وما خدش حقي. ده مفهوم لازم يبقى عندنا. شايف ان هم اصحاب حق، شايف ان النادي الاهلي كابتن محمود كرئيس مجلس اداره وكاعضاء مجلس اداره اهتموا بالنقطه ديت في برنامج العائله، ودي حاجه كويسه. ويمكن الكابتن محمود كان هو اللي يمكن اصدر اوامر ايام لما كان نائب رئيس النادي في ان في الاهتمام بهذه الفئه اللي انا شايف ان هي بتمثل فئه مهمه جدا جدا، وفئه طيبه، فئه سليمه القلب. اعتقد ان هي من واجبنا كمجتمع ان احنا نبتدي نوصل لهم امور كثيره جدا تساعدهم في حياتهم. انا شايف طبعا ان يعني بحيي كل ام وكل اب وكل جد وجده وكل اخ واخ موجودين معاهم وبيساعدوهم في حياتهم بشكل عام وبشكل خاص. شايف النهارده وجود واحد زي الدكتور اشرف مرعي والدكتور محمد فتحي، وجودهم النهارده في هذه المحاضره ومتابعتهم لهذه اللجنه اعتقد ان هيبقى فيها فوائد كثير جدا. المصداقيه اللي موجوده عند الدكتور اشرف مصداقيه كبيره جدا، نظريا وعمليا وعلميا وفعليا، بحيث ان هو بيقدر يوصل الاحساس ويوصل المفهوم، زائد علمه الغزير جدا في هذا المجال ودرايته بما يحدث على مستوى العالم وليس مستوى مصر فقط. اعتقد ان ديت هتساعد على تحقيق شيء مهم قوي، وهو الثقافه في التعامل مع هذه الفئه، بحيث ازاي المجموعه اللي هي موجوده النهارده في الاجتماع ده ازاي كلها تبقى بتطلع بتنشر الوعي وبتنشر الثقافه وبتنشر العمل نفسه اللي هو يساعد هذه الفئات في ان هي تتحول الى طاقات ايجابيه من خلال احساسها بان في حاجه مهمه قوي لازم تستنفر، وهي الاراده. فانا شايف النهارده دي حاجه كويسه قوي، وانا شايف انا اتشرفت جدا ان انا قاعد معاهم، وانا جاي بالصدفه. انا لا محضر كلام ولا محضر، بس انا اتكلمت باحساسي تجاه هذه الفئه، ولذلك انا يمكن قمت عقبت بس. والمكسب الكبير النهارده ان في امور علميه وصلت للمجموعه اللي موجوده جوه، في ثقافه وصلت، في مستوى من الوعي وصل. لو هذه الندوات تم تكرارها مع ترجمة الأفكار بتاعتها إلى وسائل عملية علميا، أعتقد إن إحنا هنقدر نطور ظروفهم بشكل راقي جدا وبشكل تربوي وبشكل علمي في وقت قصير جدا جدا جدا. وأنا يا بناشد الكابتن محمود الخطيب وناشد مجلس إدارة الاهتمام عمليا بهذه الفئة، بحيث إن نشوف كيفية مثلا استخلاص القدرات بتاعتهم البدنية في الناحية الرياضية، ازاي نيسر لهم حياتهم في الحركة داخل النادي، ازاي ان انا اطلع منهم الاصرار ده واطلعه وترجمه، ازاي ان انا اسعدهم بحيث ان يشعروا ان هم بيأدوا دور يعني مع الوقت يصبح واجب تجاه المجتمع من خلالهم. فكل دي امور اعتقد ان شاء الله مع وجود واحد زي الدكتور محمد فتحي والدكتور اشرف مرعي، اعتقد ان هم مع الروح اللي انا شايفها ديت ان شاء الله باذن الرحمن كده يقدروا ان هم يحققوا كل حاجه بالنسبه لهذه الفئه ان شاء الله.